كم شو بيدي زاد رانا نشوفوا في المقابله تاع ريال مدريد مع باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان راهي سجلت هدف من هفوه في خط وسط الميدان من جهه كان كنا نشوفوا في مقابله هجمه بهجمه، مقابله متكافئه، مقابله صعبه كما قلنا، مقابله نديروها بريمير ميتو 50 50، 50% للريال 50% لباريس سان جيرمان. لكن باريس سان جيرمان استغلت هفوه في وسط الميدان في الدفاع. هذه هي كره قدم، راهم خاسرين 1-0. دوزيام ميتو غادي نشوفوا كلام اخر ان شاء الله، وان شاء الله نتمنوا الريال تولي في النتيجه ان شاء الله، وربي يحفظكم وصحيتكم.